نشرة الأخبار على الحياة فم. منتصف الليل من الحياة فم، أهلا بكم مستمعين الكرام إلى آخر نشراتنا الأخبارية لهذا اليوم، نستهلها بأبرز العناوين. وزير الفلاحة يؤدي زيارة إلى ولاية القيروان. المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب بتونس تعرب عن خيبة أملها الشديدة لاستبعادها من افتتاح ومتابعة مهرجان خرطاج السينمائي للسجناء. توقعات بارتفاع أسعار الحبوب عالميا. وزراء الخارجية العرب يتوافقون حول ملفات قمة الجزائر. وإحباط 4 عمليات هجرة غير نظامية. إلى تفاصيل النشرة، والبداية بشأن الجهوي، حيث تابع وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والوفد المرافق له خلال زيارته التي أداها إلى ولاية القيروان رفقة والي الجهة محمد بورقيبة أمس الأحد 30 من أكتوبر الجاري، خلال تحوله إلى معتمدية بوحاجلة وبحضور معتمد المنطقة سير إنجاح مشروع تحسين نسبة التزود بالماء الصالح للشراب بجنوب ولاية القيروان بكلفة 15 مليون دينار لفائدة 14750 ساكن، أي 2950 عائلة، يشمل 9 تجمعات، وأعطى إشارة انطلاق أشغال القصد الأخير لمشروع تزويد جنوب ولاية القيروان أولاد عاشور والفتح والقتيتير ببوحاجلة بالماء الصالح للشرب بكلفة 1.1 مليون دينار لفائدة 1190 شخصا عبر الربط الخاص، والاطلاع على سير أشغال مشروع تهيئة المنطقة السقوية ببير لدواز عماد التجهينة الشمالية على مساحة 140 هكتار لفائدة 66 فلاحة بكلفة 337 ألف دينار. وفي سياق آخر، أكدت المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب في تونس في بيان له اليوم الأحد خيبة أملها الشديدة لاستبعادها من قبل الهيئة العامة للسجون والإصلاح من قبل المشاركة في افتتاح ومتابعة أيام قرطاج السينمائية في السجون في أماكن العروض المبرمجة للمساجين. وبين مكتب المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب في بلاغ له أنشره اليوم أنه قد بل أبلغ صباح الأحد في مكان التجمع المخصص لافتتاح أيام قرطاج السينمائية في السجون بأنها لا تملك الإذن بالمشاركة في هذا الحدث ولا الذهاب إلى مختلف أماكن العروض المبرمجة في هذه الدورة. وكانت هيئة أيام قرطاج السينمائية والهيئة العامة للسجون والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب بتونس قد اشتركت في الإعلان خلال ندوة صحفية في 17 من أكتوبر الجارية عن الدورة 8 من أيام قرطاج السينمائية في السجون. أعلن الاتحاد العام لطلبة تونس مساء الأحد أنه قرر الإضراب العام في كل الجامعات وتحديد موعد لاحق، ودعا إلى تحركات احتجاجية أخرى بسبب ما وصفه وفقا لبيانه اختطاف أحد مناضليه أحمد بهاء الدين أحمد منذ أكثر من 48 ساعة من قبل قوات الأمن من منزله وحجز حاسوبه وهاتفه الجوال وكتبه. وقال الاتحاد في بيان على صفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك أن إيقاف الطالب من أجل إحالته على القضاء يوم الاثنين جاء على خلفية إنشاء صفحة على الفيسبوك بعنوان حي التضامن باعتبار من أبناء هذا الحي ينشر فيه مطالب الاحتجاجات، ودعا كافة القوات التقدمية والوطنية إلى وقفة احتجاجية صباح يوم الاثنين أمام محكمة تونس 1 تزامنا مع إحالة الموقوف على قاضي التحقيق. قال محللون أنهم توقعوا أن تقفز العقود الآجلة للقمح يوم غد الاثنين، إذ يجعل انسحاب روسيا من اتفاق نقل الحبوب عبر البحر الأسود الصادرات الأوكرانية في خطر. وعلقت موسكو مشاركتها في اتفاق التصدير عبر البحر الأسود يوم السبت، وذلك ردا على ما قالت أنه هجوم أوكراني كبير بالطائرات المسيرة على أستوليا في شبه جزيرة القرم. وفي إطار العمليات الاستباقية، تمكنت يوم 29 من أكتوبر وحدات الحرس الوطني العاملة بجهات الهوارية المحرس جبنيان المهدية ومنزل تميم من ولاية نابل من ضبط 49 شخصا، من بينهم شخصين من جنسية إفريقيا جنوب الصحراء والبقية تونسيين كانوا بصدد التحضير للقيام بعملية هجرة غير نظامية. كما تم حجز مبالغ مالية من العملة التونسية وأخرى من العملة الأجنبية، وباستشارة النيابة العمومية أذنت باتخاذ ما يتعين في شأنهم.
اختتمت اجتماعات وزراء الخارجية العرب مساء الأحد في العاصمة الجزائرية بتوافق حول جدولة الأعمال النهائية للقمة العربية المقررة عقدها يوم 1 و2 نوفمبر القادمة. وقال وزير الخارجية الجزائري رمضان العممرة في تصريح له عقب نهاية الاجتماعات التي انطلقت أول أمس السبت أن الاجتماعات سمحت بالتوصل إلى نتائج توافقية بعد مشاورات ثرية ومعمقة وفق تعبيرها. نهاية النشرة الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. وزير الفلاحة يؤدي زيارة إلى ولاية القيروان. المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب بتونس تعرب عن خيبة أملها شديدة لاستبعادها من افتتاح ومتابعة مهرجان قرطاج السينمائي للسجناء. وتوقعات بارتفاع أسعار الحبوب في العالم. نهاية النشرة الإخبارية قدمها لكم نصر الدين حميدة. تصبحون على خير.